اللهم اسقي قبر أمي من سحائب رحمتك وعفوك ومغفرتك ورضاك، واجعلها في نعيم إلى يوم البعث يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ولا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم تلقاكم كامل حبوبات بصحة جيدة في أحسن الأحوال، فرحانات مطمئنات. مرحبا بكم حبوبات، فيديو جديد وروتين جديد. وقبل ما نبداو هنحب نصليو كامل على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وسلام، كيما نحبكم تترحموا على ميمتي وجميع الموتى، ربي يرحمهم إن شاء الله ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة بجوار حبيبه المصطفى، امين يا رب العالمين. الو حبيباتي، لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم راح نشوف فيها بزاف حاجات، نقول لكم ما تصبيوش لا فيديو وتبعوها للاخير. وقبل ما تبداوها ما تنسونيش بهذاك الجيم والكومونتير الحلو كيما نتوما، وكيما نحب نشكركم كامل كامل حبيباتي على التعليقات اللي خليتوهم لي في الفيديو اللي قبل هذا. شكرا حبيباتي، وشكرا كل وحده دعمتني ولو بكلمه وطلعت لي المورال، وراني قريت كامل لي كومونتير تاعكم كل وحده واش كتبتي في لي كومونتير، واكيد راح نجرب واش قلتوا لي. راني برك نستنى بين ما نخرج نجيب الورق تاع الزيتون ونسيهم كيما قلتوا لي باذن الله تعالى. وعن بالي راني يعني طولت عليكم الغيبه، جبتكم البنات واحد الاقتراح، يعني كل وحده تعطيني رايها في التعليقات، واكيد راح نحترم تعليقاتكم وارائكم. شوفوا البنات، بما انه راني شويه هكا مريضة وعيانة ونطول به نصور معكم، جاتني فكرة يا البنات لما لا نهز دوك الفيديوهات القدم في القناة اللي يعني اللي عندهم روتينات، اللي عندهم 9 شهور واللي عندهم 7 شهور يعني القدم خلاه يا البنات، قلتوا علاه ما نهزهمش، نعاود ندير لهم المونتاج. واشاك فوا يعني تخليوا لي في التعليقات نهضروا على موضوع من المواضيع في هذوك الفيديوهات، منو انكم تزيدوا تتذكروهم. وانا يا البنات يعني ما نغيبش بزاف على القناة، ويقعد لكم يعني الاختيار، اكيد راح نقرا كامل تعليقاتكم وراح ندير برايكم. دونك نرجعوا للروتين تاعنا حبيباتي، كما كنتوا تشوفون فتحت كامل التواقي، هزيت لي طابي نفضهم، من بعد كي غسلت التواقي كيما راكم تشوفوا. يعني تغفلوا درك جانا الصيف يا البنات وجاتنا الغبابر، تغفلوا التواقي تاعكم يومين ثلاثة ايام تلقاوهم يعني حالتهم حاله. دونك غسلت التواقي تاعي، هزيت الدنيا مسحتها كيما راكم تشوفوا، من بعد هكا عاودت فرجتها ورجعت كل حاجة لبلاصتها، عطرتها وهكا كنت كملت شغلي. كان الزوج تاعي روح يا البنات وكان قضى لي شوية تاع خضرة، دونك راح نروح نفرز هذيك الخضرة ونرشحها ستفها في الفرجيدار. والبنات هنا راح نشارك معكم يعني قناتي الثانية هاي ليكم لهنا، راح نحط لكم لهنا صورة المصغرة تاعها اللي ما تعرفهاش واللي ما اشتركتش ولا مازال ما اشتركتش، نقول لكم اشتركوا فيها، راح نشارك معكم فيها وصفات، راح نشارك معكم تدابير، يعني راح تكون خاصة غير بالوصفات والتدابير والخلطات الطبيعية، يعني صدقوني راح تستفادوا منها ياسر ياسر. وراني نحاول يعني مام هي يا البنات نهز الفيديوهات القدم اللي عندي في القناة ونبارطاجيهم فيها، نعاود غير المونتاج ونبارطاجيهم فيها هكا باه نذكركم بهم وتستفادوا منهم. يعني صراحة كاين بعض الوصفات اللي ما داوش حقهم في المشاهدات، سي بوغ سا اللي قلت نعاود نبارطاجيهم. هنا كيما راكم تشوفوا من بعد ما كملت درجت كل حاجة لبلاصتها وعطرتها، جيت لهنا للخضرة كيما قلت لكم الزوج تاعي كان راح شرا شوية نتاع خضرة ليكم لهنا، راح نستفها. وبما انه يعني البنات حكمني السكر دونك حبست الغازوز عندي دركا واحد نقول هكاك 10 ايام ولا ما دخل لا غازوز ولا جو للدار. دونك قلت للزوج نتاعي نعوضوهم بالديسير، يعني شاك فوا يشري واش كتب ربي ويولي نشربوا هذاك السم القاتل تاع الغازوز. يعني انا انسانه كنت مدمنه على الغازوز يا البنات، يعني نشربوه جب عجب، مي كي درت قرر اني نحبسه حبسته كاريمون، يعني عدت ما نغلطش فيه بتاتا كيما قلت لكم عندي واحد 10 ايام ولا فايت حبسته وعدت ما نشربوش، ونقصته ما من ولادي كيما قلت لكم، حتى ولادي نحيته لهم، قلت نعوضه لهم هكا بحاجه طبيعيه يعني ديسير خير من هذاك السم القاتل اللي رانا نشربو فيه. حكمت هنا حبيباتي ستفت الخضره تاعي كيما راكم تشوفوا لهنا في الباطه اللي كنت فرشت فيها هذاك البابي سويتو، نحيت البروكلون البنات نحيلو ديما هذاك الجزء الاخضر اللي فيه. بالنسبه للطماطم هاي لكم، يعني الطماطم ما شاء الله تبل راهي وقتها وراهي رخيصه يا البنات في الاسواق غير ب 5000، هذا ما كان تبل
حكمة روحها كما راكم تشوفوا هنا ستفتاف هذاك المنظم. وشوفوا لي هاد الحبة الله يبارك شحال يا البنات فيها واحد الرطل هكاكا. دونك حنا كملت ستفت كامل هذيك الطماطم وجبت لهنا الديسير تاعي، راح نمسح الشينا والشينا يعني الله يبارك هي والقارص السنه راهم بكثره يعني السعر تاعهم في متناول الجميع. هاد الشينا عفوا تاع العصير راه يدير غير ب 8500 9000 كل واحد كيف ما هي بيعها، وبالنسبه للقارص راهو غير ب 12000 الكيلو يعني عكس العوام اللي فاتوا يوصل حتى ل 60000 الكيلو راهو متواجد بكثره. من بعد ما مسحت هذيك الشينا زدت حطيت الزعرور، حنا في باتنا نقولوا له زعرور، وهنا في عنبه يسميوه الموز، وانتم خليو لي في التعليقات يعني كل وحده والمنطقه تاعها وكيف ما تسميوه يعني الله يبارك بلادنا كبيره. وكاين بعض الفواكه والخضر اللي تعدد الاسامي تاعهم من منطقه الاخرى. هنا حبيباتي زدت مسحت القارص تاعي درتو في هذاك المنظم، وراح نعطيكم واحد البنات واحد لاستيس بالنسبه للاخوات يعني اللي يعانيو من البطن تاعهم اللي تكون خارجه. شوفوا كي تنوضوا الصباح ديروا كاس تاع ماء دافي وفيه عصرة نتاع قارص واشربوه قبل الفطور تاعكم بواحد ربع ساعة ولا نص ساعة، يعني كي تشربوه تقعد هذيك ربع ساعة ولا نص ساعة بعد كتفطروا عادي بالمداومة يا البنات صدقوني يعني كرشكم تولي اكسترا بلا. انا راني معاه عندي واحد 3 ايام ولا 4، يعني هاد الحوايج كامل تلقاو عليهم نتيجة بالمداومة، يعني ماشي تشربوه نهار ولا زوز من بعد كتقولوا يعني ما لقيتي لي حتى نتيجة، لازم تداوموا عليه صدقوني هايلة هايلة، حاجة سهلة ما فيها حد شي ويعني نتيجتها مضمونه. جربوها وردوا لي بالخبر. دونك انا حبيباتي من بعد ما كملت فرست كامل الخضره تاعي رجعت للفريجيدار درت تاع كطبه فيها شويه تاع خل جوزت له كامل امسحها عاودت ستفت فيه الخضره تاعي، ما شاركتش معكم كيف ما مسحته ستفت فيه الخضره هكا باش ما تجيناش لا فيديو تاعنا بزاف بزاف طويله. من بعديك رجعت لهنا للغدايا. بالنسبه للغدا البنات يعني حاجه خفيفه، كنشري لي زوج تاعي كيلو تاع سردينه، دونك الغدايا اليوم راح نقلي شويه تاع سردينه مع بطاطا وسلطه. هذا مكان يعني غدا خفيف ظريف وجايتنا سخانه يا البنات، هذا وشي والم مع السخانه. دونك حكمت لهنا سردينه تاعي نقيتها كامل وراني نغسل فيها نحيد لها السربوب باش نديرها بالدرسه. وانا هاي لكم بعد ما كملتها شللتها تخي تخي بيان، باش نكون كيما انا يعني كي نعود نغسل في الحوت الماء اللي نكونسوميه ربي اللي يعلم به. دونك كملتها حطيتها بشي تستقطر، من بعد رجعت لهذاك البوطاجي تعرفوا كي تغسلوا الحوت يولي حالته حاله، درت شويه تاع ايزيس وجافيل غسلته وغسلت هذيك الكيفات حطيتها تسقطر ورجعت لهنا للغدايا. كيما قلت لكم راح ندير غير بطاطا مقليه، نقيت البطاطا راح نحطها في الماء، من جهه اخرى كنت درت السلطه تاعي في الماء نقيت الخيار نقيت البطاطا وجيت لهنا راح نبدا ندير في الدرسه للسردينه تاعي. بالنسبه يعني للدرسه يا البنات عندي واجده كما قلت لكم انا ندير كونتيتي ونحطها ان شاء الله من ما تفضلي هذه ونحب نعاودها اكيد راح نشاركها معكم. شوفوا يا البنات تقعد على طول العمل تحت في الفريجيدار ما يصرى لها حد شيء، ما تقراص ما يتبدل الطعمه تاعها وهايله، ديروا بها يعني اي حاجه تكون بالدرسه ديروها بها وتكون يعني سهله واجده معكم. هنا حبيباتي جيت لهنا مباشره بديت ندير في الحوت نتاعي، يعني درت فيه شويه نتاع درصه درت حبه فوق حبه حتى كملته كامل حطيته بشي، ورجعت راح نطيب الكسره تاعي اللي كنت بليتها هي الاولى، يعني قبل ما نروح نبدا في الميناج كنت بليت الكسره عجنتها حطيتها في صاشي ترتاح هي ثاني ما شاركتهاش معكم يا البنات. شوفوا هاد الايامات راهي قاتلتني الفشله والدوخه في راسي، دونك شوفوا نصوركم غير شوي شوي سي بوغ سا لي قلت لكم يا البنات نعاود نهز لكم فيديوهات القدم حتى نشوف روحي يعني بيان ونعاود نرجع معكم. دونك هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا جيت نطيب الكسره. بالنسبه للاخوات اللي كانوا سقساوني على هذا الطاجين اللي جاي دوبل فاس ولا المقله اللي جايه هكا دوبل فاس اسكو مليحه ولا ها، شوفوا البنات هايله ننصحكم بها وتنقص عليكم. كيما انا البنات طابونه نحيتها باسكو في الجهه اللي كنت مديره فيها طابونه نحيت ودرت الماشينه لافي. درك البنات خليت غير التويو تاع الطابونه حطاته تحت الكوزينه، تعرفوا هذو الكوزينات اونكاستريج وفيهم هذوك الرجلين، دونك حطتها لتحت والطابونه حطتها في الجهه الاخرى. نعجز صراحه باش نجبدها ونجبد التويو ونعاود نركبه، دونك هذاك الطاجين سهل عليا بالبزاف. كيما قلت لكم باش ما يحرقكمش الكسره ويطيبها لكم ديروا تحت منه غرياج ولا حديده اللي تكون عازله بين المقله وبين النار
النار هكا باش تطيب لكم الكسره مليح وما تقعدش نيه الداخل. فقط البنات كي تجيو راح تشريوه لازم تشريو اللي يكون دوريجين، وكيف ما تعرفوا هي البنات وتفرقوا بين المذرح ودوريجين. لا مارك تاع ولا الكتيبه كي تجي في الدوريجين تكون مقرافية، يعني مكتوبه في هذاك الحديد، اما بالنسبه للمذرح يجي مكتوب غير من الفوق بصبغه هكا بيضاء، كي تقرقشوها بصبعكم راح تتقرقش معكم بكل سهوله. دونك هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم. كي تحبوا تشريو فقط تولهم من هذه النقطه، باسكو يعني هذوك المذرحين يا البنات في ساعه ما يتقرقشوا وفي ساعه ما يفزوا معكم. من بعد ما كملت طيبت الكسره تاعي، جيت لهنا قريت البطاطا، قريت هذيك السردينه، وكان هذا هو غدانا لنهار اليوم. الحمد لله على النعمه اللي عطاها لنا ربي، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. وهنا حبيباتي نكون وصلت نهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انها كانت خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونتمنى انها نالت اعجابكم. بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وسناوني في فيديوهات جديده. سلام.